سامع اعذرني ناس كتيره تليفونات كتيره عليك فلازم نخرج برده لتليفون مهم احد مدربين كانوا كابتنه في النادي واحد مدربين النادي الاهلي ومنتخب مصر الحائز على ثالث العالم برونزيه العالم في مواليد 98 معانا ومعاكم كابتن طارق محروس. مساء الخير. الخير يا كابتن عوضي ومساء الخير على الغزال. الغزال غزال كابتن طارق معاك اهو هسيبك بقى تتكلم معاه انت كل سنه وانت طيب. انت طيب يا سامح والله وحشني جدا حبيبي كل سنه وانت طيب كابتن طارق محروس عشره كبيره ولعبنا سوا يعني الكلام فيه مدح فيه يعني اعتقد ان هو يعني مش هقدر اديله حقه لان سامح ده من الناس اللي الواحد فعلا يعني من اللعيبه اللي الواحد عشرها في الملاعب نادرين جدا اما تلاقي لاعب عنده الثقه بالنفس دي وعنده الجراءه وعنده القوه وعنده كمان علاقات انت عارف يا خالد طبعا يعني عشرتنا وكنا طبعا يعني كانوا بيقولوا على الجيل اللي انت بتلعب فيه ده كابتن خالد انت وكابتن سامح ده اعظم جيل في النادي الاهلي. الكلمه دي ما جاتش من فراغ مش عشان مكاسب الماتشات على فكره ولا مكاسب البطولات لا عشان جيل كان بيلعب كل مباراه كان هي بطوله وده نادرة دلوقتي لما تلاقي في فرقه بتلعب كل مباراه كان هي بطوله ما كانوا بيخسروا كانوا بيخرجوا يعيطوا كانهم حتى لو ماتش ودي كانهم خسروا بطوله العالم. دي حقيقه جيل بلان يعوض في النادي الاهلي فعلا فعلا كان عارف كنت الفنان وعارف يعني ايه معنى كلمه النادي الاهلي. قول لي انت موقف مع ايوه بالظبط في تونس كان الله يرحمه كابتن جمال رحمه الله عليه لسه ماسك الفرقه رحمه الله عليه ورحنا تونس بطوله الامم الافريقيه فاكرها يا خالد؟ طبعا كنت انا ساعتها مدرب في الناشئين والله يرحمه خدني اول ما جيت خدني معاه في الدرجه الاولى مظبوط واول حاجه لينا كانت بطوله افريقيا كان حصلت مشكله كده بين الشوطين مشكله امنيه مش هنتكلم فيها لكن بين التايمين وفي المحاضره مش عارف ايه كنت لسه يعني طالع الدرجه الاولى جديد مع الكابتن جمال وطبعا يعني خبرات برضك كمدرب لسه قليله فلقيت سامع عبد الوهاب كان حصل مشكله كده واتخبط خبطه جامده والدكتور خيطه ومش عارف ايه فبقول له هتلعب قال لي انا هرجعك بالكاس قلت له ايه؟ قال لي مش طالع من الملعب الا لما ارجعك بالكاس نفس الموقف ده حصل معانا برضك في البطوله العربيه في سوريا كنا بنلعب مولوديه وكانت فرقه يعني شومه شومه في سوريا يا خالد دي حقيقه وبرضك نفس الموقف ده كل الناس بتقول المولوديه دي هتمسك النادي الاهلي تديله 10 تجوال صح واحنا رايحين الماتش كان قاعد جنبي في الاتوبيس اقول له يا وسام هنعمل ايه؟ قال لي هرجعك بالكاس زي ما رجعتك في البطوله الافريقيه الله فعلا كان لاعب يعني 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 تاريخ لا ينسى وفعلا من اللعيبه اللي انا دايما دايما بذكرهم مع لعيبتي بقول لهم لو في كل جيل لاعب زي سامح عبد الوارث طبعا جيلكم طبعا يا خالد مش هننسى طبعا جوهر ونبيل واشرف واحمد سالم ومحسن سليمان وممدوح سليمان وعادل وهاني لا 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 جيل جيل فعلا ما فيهوش مركز ضعيف دي حقيقة كان قوي وكان عاشور وكان عصام لا جيل قوي فطبعا سامح عبد الوارث حاجه يعني يعني لو قعدت اتكلم اقعد اتكلم على كل مباراه كان بيدي مثل للعيب غير طبيعي هو طبعا عنده طرائف كتير جدا في البعثات الخارجيه منها واحده كده في الطوله كنا مسافرين او فتره اعداد قاعد في الاتوبيس قاعد يتكلم في التليفون محمود كان لسه محمود طالع جديد ايه كل شويه الله يرحمه كابتن يقول لي الاولاد ده ايه فلوسه كتير المهم بعد شويه قلت له انت رايح اجي قاعد جنبه قلت له سامع انت بتكلم مين؟ انت بقالك ساعه بتتكلم انت فلوسك كتير قوي قال لي انت صدقت انا ماسك التليفون بس عشان الناس تعرف ان انا بقى معايا التليفون معقول عندك حق يعني كان ليه مواقف كتيره بصراحه يا كابتن طارق وفعلا جيل حاجه عظيمه وانت برضو من المدربين الكبار اللي مرنوا الجيل ده وكان فعلا شرفنا بيك اكيد اكيد بيتي كانت مع هذا الجيل فعلا زي ما المدرب بيعلم زي ما اللعيب برضك بيعلم المدرب الاثنين بيعلموا بعض ولو الاثنين على قلب رجل واحد زي ما لما كنا ايام الله يرحمه الكابتن جمال شمس رحمه الله عليه دي ابطال دوري ابطال كاس دوري عام كاس بطوله عربيه
ثمان بطولات اللي دخلناهم صح. السنه دي الحمد لله كسبناهم وكسبناهم دي حقيقه. يعني ما فيش فرقه واقفه سكينه في الجاتو. عارفين يعني ايه اسم النادي الاهلي دي حقيقه. كان في ناس بتحب الفانيلا بدون اي مقابل يعني. الناس دي لو كانت بتلعب في الدوري احنا فيه دي سمع بقول ده كنت مثلا تلاقيه بياخد له 20 30 مليون بس. دي حقيقه. لان الناس دي لعبت ببلاش. انت لعبت ببلاش يا خالد بس اديته النادي الاهلي اكثر بكثير بكثير من اللي كنت بتاخدوه. اتمنى له كل توفيق ويا رب اشوفه في احسن صحه ويا رب اسمع عنه كل خير انه يستاهل كل خير بصراحه. شكرا يا كابتن طارق. شكرا يا كابتن طارق. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب ودايما معانا على قناه الاهلي.